وسط جموع شعر بالجوع صعد السيد لجبل عالي والتلاميذه ابتدى يتكلم وفتح فمه بكلام غالي ربه لي كل السلطان جالس على عرشه بيعلم سيد ولا كل الأسياد ولا إنسان بعديه يتكلم ويا ما فلسفات وكلام عايزين يصلحوا حال الإنسان وفضل حاله زي ما هو والإنسان هو الإنسان لكن تفضل عزتك لينا دستورنا الباقي في كل زمان مش هتقدم حتى نمر عصور وهتفضل حيا مهما كان وهتفضل حيا مهما كان يذبح ذبيحة للمساكين ويوزع اللحم على الفقراء ويحط ايديه في الدم ويطبع الحيطان وتفضل طول الأيام والسنين بتحكي إن الناس دي بيوزعوا لحمة للفقراء يحط تلاجة مية ساقعة في الشارع ويكتب عليها سبيل لوجه الله تعالى مقدم من فلان الفلاني نسمع كتير كمان عن ناس ملقبة نفسها برجل البر والتقوى ورجل البر والإحسان يتبرع بمليون جنيه ويشتري وحدة غسيل كلى بالمجان ويعمل إعلان في الجرايد إنه تبرع فلان الفلاني بكذا وكذا 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 تفتكروا الأمور دي اللي بتدور حوالينا في المجتمع إيه رأي المسيح فيها؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة من عزة الجبل برأي الناس أكتر بيهتموا في الواقع العملي بحس ان في ناس كتيرة بتتبرع عشان تتظاهر قدام الناس عايزين شعبية عايزين مظاهر عايزين مناظر كده لكن مش عايزين تواصل بينهم من ربنا اهلا بكم معنا مرة اخرى احبائي المشاهدين في حلقة جديدة من عزة الجبل بنرحب بضيوفنا في الاستوديو المهندس يوسف رياض اهلا بيك دكتور ماهر سمويل اهلا بيك منورنا النهارده شكرا حلقتنا النهارده بعنوان من انت في الخفاء كلام المسيح احترزوا من ان تصنعوا صدقاتكم قدام الناس لكي ينظروكم والا فليس لكم اجر عند ابيكم الذي في السماوات فمدى صنعت صدقه فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الازقه لكي يمجدوا من الناس وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية باشمهندس يوسف نحب قبل ما نبتدي نشرح التفاصيل نفهم إيه الموقع العام للقطعة دي اللي احنا قرناها من العظة على الجبل في أصح 5 المسيح بيقول أنا بشوف القلب ومش بشوف بس الفعلة اللي انتوا بتفعلوها من قتل او من زنا او من شهوة انا شايف الجذور المنابع وانا يهمني مش بس ان الفعلة ما تتمش مش بس ما تقتلش لكن انا يهمني ان في قلبك ما يبقاش في بغضة وكراهية تجاه اخيك نفس الامر بالنسبة للشهوة انا مش بس يهمني انك ما تزنيش انا يهمني ان ما يبقاش في منابع جواك بتشتهي امرأة قريبك أو ما لا يحل لك نفس الفكرة بيقولها هنا بس بالصورة العكسية بمعنى أنا شايف الأعمال الكويسة اللي أنت بتعملها الكويسة بس شايفك أنت بتعملها ليه ممكن بتعمل أحسن الأعمال هيتكلم دلوقتي في الأصح ده عن 3 صاد عن صدقة صلاة صوم ودي تعتبر أركان أساسية في كل الديانات يقول لك عايز تدخل إلى دار الخلد ودار النعيم عايز يبقى لك فيها مكان ومكانة عليك بالثلاثة صاد عليك بالصدقة وعليك بالصلاة وعليك بالصوم تضمن ربنا بيقول
هم كويسين في ذاتهم، بس أنا يهمني قوي 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 أنت بتعملهم ليه. قد تعملهم ولا يكون لهم إطلاقا أي تقدير عندي أنا الله، لأنك عملتهم بدوافع رضية. يبقى إذن الله كان بيتكلم في المسيح، اتكلم في أصحاح 5 عن منابع الخطية، واتكلم في أصحاح 6 عن جذور عمل الخير. ويهمه في الحالتين أن يكون طالعين من قلب نظيف، بيهمه ربنا قوي قوي في الأعظة دي، مش الظاهر والمظاهر لكن القلب والدافع. في ناس بتعتقد انه فعل الخير والصدقة بيكون يعني طريقة لتكفير عن الذنوب، كفر اجتماعي بقى، يبقى غطاء اجتماعي بحس يبقى بانوراما قدام الناس. بس طيب دكتور ماهر، قال لنا دلوقتي المهندس يوسف انه الديانات كلها بتقول انه اتبع هذه الامور، اعمال الخير دي، وبالتالي هتصل الى دار الخلد. بس هو اضاف لنا انك كمان لازم تعملها بقلب نقي. هل ده فعلا رغم ان الديانات بتقول كده، هل ده هو الطريق للوصول للسماء او لدار الخلد؟ لا، يعني انا عايز ممكن اعمل تعديل صغير في السؤال لو تسمح لي. يعني الوصول للسماء ملهوش دعوه بالسكك دي، والمسيح ما جابش سيره السماء هنا خالص. الوصول للسماء ده قصه تاني خالص. الوصول للسماء في كلمتين صغيرين. علشان توصل للسماء لازم ملفك ينتهي، لازم قضاياك وخطاياك تحسم. اغلاق ملف الخطايا وحسم مساله الخطيه ما يجيش غير بدم المسيح. لا صدقه ولا صوم ولا صلاه. انا مجرم، انا عملت خطيه كبيره وارتكبت الشرور في عيني الله، وبدون سفك دم لا تحصل مغفره. الحاجه الثانيه، علشان ادخل السماء لابد ان احصل على نوعيه حياه تمكنني من العيش في السماء. نوعيه حياتي هنا على الارض لا تصلح للسماء، انا محتاج صنف جديد من الحياه لاني هعيش في مكان جديد. فدخول السماء ملهوش دعوه بالحاجات دي. دخول السماء لي دعوه بان تغفر خطاياي على اساس ذبيحه يقبلها الله ويرضى بها، وعلى اساس نوالي لنوعيه حياه تمكنني من العيش في السماء بعد الموت. فالقضيه هنا مش قضيه دخول السماء. لكن خلينا ممكن اسال السؤال بطريقه تانية، هل ممكن الصدقه تجعل الناس يعيشون في عالم افضل، في مجتمع افضل، حينما يكفل الغني الفقير، وحينما يتكاتف الناس بعضهم مع بعض ويحسن من عنده لمن ليس عنده، مش ده هيدينا مجتمع أفضل على الأرض؟ بالتأكيد. المسيح بيقول لا. المسيح عجيب وعظيم في تعليمه، والحقيقة ثورجي. المسيح جاء يعني يهدم كل الأفكار اللي الناس كانت عايشة بيها. العالم يتصور أو المفكرين على مر العصور أنك إذا استطعت أن تنتج عالما أفضل فالعالم الأفضل سينتج إنسانا أفضل. النظرية دي خاطئة 100%، والمسيح هدمها. المسيح جاي بيقول لك لا، أنا أريد أن أنتج إنسانا أفضل، وهذا الإنسان الأفضل قادر على أن ينتج عالما أفضل. عكس الناس تماما. يعني كتير من المفكرين، مثلا واحد منهم ستيوارت ميل قال تعبير كويس، قال أنا بحلم بالعالم اللي من الصلاح للدرجة التي لا يحتاج الإنسان أن يبذل فيه مجهودا لكي يكون هو صالح. أنا نفسي في عالم صالح ما يخلينيش أبذل مجهود علشان أكون أنا صالح. المسيح بيهدم النظرية دي وبيقول مستحيل عالم جيد ينتج إنسان جيد، لكن أنا عايز إنسان جيد ومن جوه جيد. وعشان كده بيقول حتى لو عملت صدقة علشان تساهم في إنتاج عالم جيد وأنت لست من الداخل إنسانا جيد، فعملك لا قيمة له ولن يصلح شيء ولن يقدم أي شيء. سيظل الفساد والخراب منتشر في العالم حتى وإن كنت تعمل الصدقات. والدليل إحنا شايفينه في مجتمعنا النهاردة. الحقيقة في مجتمعنا في ناس كتيرة بتعمل خير، ما نقدرش ننكر أبدا في مصر إن الناس بتتعاطف وبتتسارع وبتعمل خير كتير، لكن لسه المجتمع فاسد. وأقولها بملء الفم، المجتمع فاسد لأن الناس بتعمل صدقات لكن ما تصلحوش من جوه. غرض المسيح هنا انه يقول مش مهم انك بتعمل صدقه،
لكن المهم انت ايه من جوه، هل عملت هذه الصدقه من قلب نقي؟ هل تم اصلاحك من الداخل؟ هل انت شخص اتغيرت من جوه وبقيت نظيف من جوه، ولا بس بتعمل صدقات؟ المسيح يريد انسانا صالحا لكي يخرج لنا عالما صالح، عالم صالح وليس العكس. طب ازاي يا باشمهندس يوسف الشخص يتم اصلاحه من الداخل؟ احنا في قضيه دلوقتي انه هو مش ممكن يعيش الكلام ده بدوافع نقية إلا زي ما قال لنا دكتور ماهر، إلا لما يتصلح الأول من جوه. إزاي يتصلح الأول من جوه؟ أفتكر برضو أشار إليها الدكتور ماهر وأكد عليها تاني، إن في مشكلة عايز علاج بالدم، وفي مشكلة تانية عايز علاج بولادة جديدة. عشان كده في حديث الرب مع نيقوديموس اللي جاي له باعتباره معلم يستمع منه إلى مزيد من التعليم الجيد، الرب قال له أنت مش محتاج لدي، أنت محتاج قبل أن تستمع إلى معلم عظيم يعمل معجزات عظيمة، أنت محتاج إلى شيء أبعد من ذلك ينبغي أن تولده من فوق. اتلخبط نيقوديموس، قال اتولد؟ ده أنا راجل عندي 70 سنة مثلا، يعني أنا شيخ اتولد؟ قال له أصل المولود من الجسد جسد هو، أنت محتاج ولادة من أصل جديد، بس في تانية ينبغي. إذا كان قال له ينبغي أن تولده من فوق، قال له ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. وكأن الرب هنا عالج المشكلتين. يعني ايه يرفع ابن الانسان؟ يرفع ابن الانسان اللي هو المسيح، يرفع يعلق على الصليب، ينبغي ان يموت مصلوبا. وهنا نلاقي المسيح عمل العلاج للمشكلتين اللي سمعناهم دلوقتي. مشكلة عندي ملف عايز يتقفل، يقفله الدم. ملف ايه بقى؟ ملف الخطايا، الاعمال الوحشة، مش بس الكبائر، لان في ناس كتيرة يقولك ملف انت حد بتفتر علينا، عندنا ملف وحش. لا، فكر الحماقة خطية، كلمة بطالة الناس هتدي حساب عنها في يوم الدين. يعني احنا موازيننا غير موازين ربنا خالص خالص. احنا اعمال برنا بيقول عنها اشعيا 64:6 نجاسة اعمال برنا، فكم بالحري اعمال شرنا. دي بقى اركن على جنب، دي قضية. فملف قضايانا عاوز الدم يمحيها، قضايا اللي هو اخطاء اللي احنا عملناها، الخطايا ميسك ذا مارك، ما اصبناش الهدف. لكن طبيعة الفاسدة اخد كيان جديد ازاي؟ ينبغي ان تولد. طب ازاي تولد من فوق؟ بسيطة قوي، تعالى للرب زي ما انت. وكل الذين قبلوا المسيح اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل ولدوا من الله، فحصلوا على طبيعة تنفع تخش السماء. لا، أنا أعتقد أن الشخص اللي هو بيتبرع بمال ويكتب اسمه عليه وبيكون أخذ أجرته زي ما المسيح قال، يعني بيكون أخذ أجرته من العالم. لا مش حلو طبعا، هو مفروض التبرع ده بينه وبين ربنا. لما تخش تحطش عطا، تقفل ايديك وتحطش في العطا، ما تقولش أنا هو هحط عطا، لا ما ينفعش. هو بيحب ياخد أجره في الدنيا، وبس لو خد أجره في الدنيا يبقى كده مش هياخد أجره عند ربنا يعني. عظيم جدا دكتور ماهر. مين هو المرائي؟ يعني احنا بيقول كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس، مين المرائي وازاي في المجتمع بتاعنا دلوقتي نتعرف على المرائي؟ المرائي لغويا يعني شخص يظهر شيء ليس موجود في الحقيقة. يعني هو في الداخل شيء وفي الخارج شيء تاني، بس الشيء التاني اللي في الخارج ده مش جهه بس، جه مقصود. يعني أنا قاصد أوصل رسالة للناس إن أنا كده، والحقيقة أنا عمري ما كنت كده، أنا مش كده خالص. أنا من جوه زي ما ربنا شايفه حاجة، لكن وأنا عارف الحاجة دي، لكن أنا عايز أقنع الناس بصورة تانية إيجابية، فبجمع مفرداتها وأحاول إن أنا أرسل الرسالة دي للمجتمع اللي أنا فيه إن هذه هي صورتي الحقيقية، وأوهم الناس بهذا حتى يصدق الناس. الكارثة في اللي جاي ان بعد ما الناس بيصدقوا الكذبة اللي انا ارسلتها لهم بيقولوها لي فبصدقها. فانا بصدق الكذبة اللي اصلا انا مألفها. انا كذبت على الناس واديتهم انطباع عن شخصيتي وعن اعمالي وعن حياتي ان انا رجل البر والتقوى، والناس اشترت
للأسف الشديد الرسالة الكاذبة دي وصدقتها. بعد شوية الناس بإخلاص بساطة بعبط بأي حاجة يجوا يقنعوني ويتكلموا معايا على أني أنا رجل البر والتقوى. هنا مش بيت أنا اللي بقول ده، هم اللي بيقولوا، فبسذاجة برضو أروح أعمل إيه؟ أصدقهم واقتنع أن أنا رجل البر والتقوى وعيش أنا الكذبة دي وعيش الكذبة دي، ودي بقى كارثة كبيرة. هذا هو المرائي. اسمح لي أضيف حتة تاني لو الوقت يتسع، أقول في ثلاث كلمات مهمين قوي، في القيمة وفي المجتمع وفي الدافع. القيمة والمجتمع والدافع. أقصد إيه بالقيمة؟ أقصد بالقيمة شيء يمجده المجتمع اليوم على أن من يفعل له قيمة، يعني في المجتمع ليه قيمة. بس هو القيمة دي في كتب مكتوبة عن كلمة القيمة وارتقاء القيم وتغيرها وتطورها من عصر لعصر. فتلاقي في المجتمع، يعني المجتمع المصري النهاردة عنده قيمة كبيرة مثلا أنك تكون متدين. يعني أنت لو شخص متدين تفتح لك الأبواب، تفتح لك الأبواب للأحزاب، تفتح لك الأبواب لمجلس الشعب، تفتح لك الأبواب للعمل في بعض الشركات. فأنت لو شخص متدين أنت شخص يعني مقدر. فأصبح المجتمع يعطي التدين قيمة، بالتالي هذه القيمة التي صارت ممجدة من المجتمع، الإنسان بطبعه يبحث عن القبول من المجتمع وعنده احتياج أن يكون مقدرا من المجتمع، فيبحث عن القيمة التي يقدرها المجتمع ويتبناها. واخد بالك معايا في الفكرة دي؟ تمام. فمثلا المجتمع النهاردة بيعظم جدا الشخص المتدين، يبقى هتدين. أنا مقتنع بالتدين مش مقتنع بالتدين، أفهم في التدين ما فهمش في التدين، أنا المهم أبحث عن هذا الشيء لأن المجتمع يقدره. هنا تيجي الكلمة الثالثة، الدافع. لما شفت المجتمع بيقدر القيمة دي وأنا عايز المجتمع يبقى قابلني، هذا يخلق فيا الدافعية أني أعمل بقى الأعمال اللي تدي الانطباع عني أن أنا شخص متدين. فأعمل بقى الصدقة وأعمل الصوم وأعمل الصلوات وأعمل كل الحاجات دي علشان أحظى بتقدير أكبر من المجتمع. كل القصة اللي أنا بحكيها دي يا باشمهندس هاني أنا جبت فيها سيرة ربنا؟ لا لسه. ربنا ملوش دعوة بالقصة دي خالص. الله بره الموضوع ده خالص. وهذه كارثة إنسانية وأخلاقية، إنه بقية الأمور اللي المفروض بتدي انطباع إنه الإنسان له علاقة مع الله تم استعمالها بعيدا كل البعد عن أي علاقة مع الله، بقت مسألة نفسية مجتمعية تمارس بالانفصال عن الله لمجرد تحقيق وإشباع احتياجات أن الشخص يقبل من المجتمع أو يتعظم عند المجتمع. هذا الجو الفاسد يفضحه المسيح ويرفضه المسيح ويهدمه المسيح. وأعتقد أنه من العار علينا في المسيحية أن نعيش في مثل هذه الأجواء التي تفخم وتضخم قيم معينة تجعل الناس يرتبطون بها ويعملونها من أجل الناس وليس من أجل الله. اسمع له الكلمة أخيرة، المسيح قال عن هؤلاء المرائين إنهم يعملون كل أعمالهم لكي تنظرهم الناس، متى 23:5. كل أعمالهم يعملونها، الله مش في القصة خالص، لكن لكي تنظرهم الناس. مشاعر طيبة، مساعدة الآخرين، الصدقة شيء جميل، لكن زي أي شيء جميل حاول الشيطان يفسدها للإنسان فعمل لها مفهوم آخر. طريقة تدحى الإنسان يريح بيها ضميره التعبان باحتيال. خطية كبيرة ولا صغيرة قدامها صدق الغلبان وحمل الخطية ينشال، وعلى قد الإحساس بالذنب على قد المدفوع من مال، وغير راحة الضمير صورته قدام الخلق تزداد جمال. صحح يسوع غش الإنسان فقال الصدقة ما تبرر خطية ولا هي تعبير على التقوى والروحانية، الصدقة تعبير حب يشوفها من السماء الأب هدية مخفية، والصدقة الصحيحة هي أما ما تعرف اللي اتعمل بالإيد اليمين الإيد الشمال.
طيب باشمهندس يوسف، هل في ناس نص مرائي ونص كويس؟ يعني هل في ناس عندهم مراءة في بعض المواقف في حياتهم؟ ساعات لما بنتكلم ونوضح الصورة جدا زي ما دكتور ماهر تفضل وقال، الناس بتقول لا 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 أنا مش للدرجة دي، فهل أنا مش قوي كده؟ يعني بعض الأحيان أنا بعمل حاجات تانية يعني كده. فهل في واحد حياته بعضها كده وبعضها كده، والشخص ده نقول له إيه كمان؟ يعني في ناس كتيرة مش 100% ومش 0%، وأعتقد كلنا فينا نسبة، خلينا أقول، وده أعتقد بيحتاج من المؤمن أنه يلاحظ نفسه، يبقى سهران على نفسه، وده محتاج إلى ما يسمى الفحص الدوري. يعني النهاردة الأطباء بيقولوا لك من غير ما تحس بحاجة تعالى لي كل مثلا 6 شهور أو كل سنة اعمل تشيك أب. احنا محتاجين كل يوم من الناحية الروحية نعمل تشيك أب، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل زي ده. يعني أنا بعمل صدقة، يا رب الصدقة اللي أنا عملتها دي عملتها حبا ليك، حبا للناس، ولا حبا لذاتي؟ أنا لما صمت يا رب، لما صليت يا رب كنت بحبك، عاوز أتكلم معاك أقعد معاك، ولا عاوز مباهات ومنظرة ومظهرة قدام الناس؟ يا رب ممكن يبقى في طريق باطل، إن كان في طريق باطل اهدني طريقا أبديا، يعني توافق أنت عليه وينفعني أنا في أبديتي. لكن ناس كتيرة مش واخدة بالها من الفحص الدوري، وهل حياة ماشية، ما بيعودوش قدام ربنا، ما بيقولوش اعمل معروف، اكشف لي بنورك. وأنا أعتقد لما نقرب لله ونفتح كتابه، النور بتاع كتاب الله ومحضر الله ينور عليه، أنا هكتشف إن اللي عملته مبارح ده ما كانش خالصا لوجه الله. صحيح كنت بحب ربنا وفي جزء، بس كان في جزء تاني كأني بزاحم في ربنا. يا رب ساعدني أنا الحتة دي تتشال مني. هو المفروض يبقى جوه البني آدم، يعني مش لازم يبينه، هو ربنا طبعا بيشايف كل حاجة. لا ربنا ما حبناش نخلي نعمل كل شيء في الخفاء أحسن. دكتور ماهر، هل ممكن شخص يستعمل الكلام الإيجابي اللي حط الرب يسوع ضد المراءة ويبقى مرائي برضه؟ هل ممكن واحد يزيد في أن تكون صدقته في الخفاء علشان يستعمل نفس الكلام ده علشان يظهر صورة أخرى عن نفسه أنه هو مش مرائي؟ هل ممكن يستعمل مقدار رهيب من السرية في كل شيء ويحاول يظهر أمور يبين بيها أنه هو متواضع ويبقى برضو مرائي؟ شوف يعني مفيش أي حاجة غريبة على قلب الإنسان. يعني عقد الدنيا زي ما تعقدها وأوصل لأبشع تخيلات ممكن تتخيلها هيطلع أكتر منها؟ وهيطلع أكتر. يعني في فيلسوف ومفكر روسي قال عبارة غريبة جدا، قال أنا لا أعرف قلب الإنسان الشرير كم هو حجم شره، ما أقدرش، لكني أعرف قلب الإنسان الصالح وهو تيربل، مرعب. الصالح يعني قلب الإنسان الصالح مرعب، يعني التاني بركان بقى. فيعني عايز أقول لك مهما تخيلت من حدود للشر أو من لا حدود للشر، من الممكن أن يخرج من قلب الإنسان. لكن أجاوبك بكلمة صغيرة وأقول الرياء مرتبط بالمجتمع، حيث لا مجتمع لا رياء. والمجتمع بتاعك أنت بتشوف إيه القيمة اللي يمجدها. يعني لو أنت عايش في مجتمع يمجد مثلا قيمة أنك تكون واعظ أو رجل دين أو خادم، خلاص بقت هي دي القيمة اللي أنت هتسعى لتحقيق. لو المجتمع بتاعك بيقدر جدا الصدقة في الخفاء، فأنت هتجتهد أن تكون صدقتك في الخفاء علشان تحظى بتقدير الناس. هذا لأنه هيتعرف يعني في الآخر، فأنت مطمن أنهم هيعرفوا، بس هيعرفوا أنك عملتها في الخفاء وبالتالي هم طب الواحد يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ كن في علاقة حميمة مع الله. وبعدين أنت بعديها بقى اطمن وما تخافش تعملها في خفاء، تعملها فعلا، أنت مش هتبقى مشغول بالقصة دي قوي، لأن أنت غرضك النهائي هو الله. افرض يا أخي الظروف حتمت عليك أنك تعملها في العلن وأنت قصدك فعلا إكرام الله ومجد الله، فهتعملها في العلن بس هتاخد مكافئتها، لأنه المسألة ما أنتش قاصد أنك تجلب لنفسك مدحا من الناس. فالمسألة مش
مقصود ان اعملها في العالم، لا انا قصد اكرم الله، بس جات الظروف انها اتعرفت فهاخد مكافئتها. عظيم باشمهندس يوسف. المسيح بيقول ابوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية. ايه هي المجازات؟ مجازات كبيره قوي. اولا انت هتسعد وتفرح، نفس السخي، النفس السخيات تسمن، والمروي هو ايضا يروى. فانت بتدي، انت بتسعد نفسك، يعني بتلاقي سعاده في ان تسعد الرجل الغلبان اللي جنبك، هتسعد. الرب هيستجيب لك صلواتك، من يسد اذنيه عن صراخ المسكين فهو ايضا يصرخ ولا يستجاب له. لكن اللي عنده محبة وحنية على الغلبان، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. بالإضافة إلى هذا وذاك، هناك مكافأة أبدية، في مجازات في الأبدية. وعلشان كده بيقول لك أبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك. هيجي يوم واللي اتعمل في السر ده مش هيفضل في السر على طول، لكن الله كتب أمامه سفر تذكرة. في سفر تذكرة لكل عمل حلو لمجد ربنا انت عملته، ولم يكن قصدك الإشهار والإعلان عن ذاتك، لكن كان قصدك هو أنك تمجد ربنا وأنك تشفق على الناس المساكين. إذن هذا الأمر هو المكافأة. المكافأة اللي في النهاية هي أعظم صور المكافأة. طب هل استقبال المكافأة في حد ذاته كدافع غلط ولا صح؟ أنا عايز أقول عندما أتعب وأكافح وأبذل في الخفاء من أجل الله، ابتسامة رضا من الله مكافأة عظيمة، وأعتقد أن ده محرك جيد جدا يجعلني أسعى نحو هذه المجازاة. ما هيش استغلالية، يعني ما هيش انتهازية، أن أنا عايز مكافأة من ربنا أبقى أنا واحد انتهازي وحش. بالعكس، أنا ده شيء شرعي جدا وعظيم جدا وإنساني، أنا محتاج مكافأة. وابتسامة رضا الله أو المكافآت اللي قالها الأخ يوسف محرك رائع جدا يحركني نحو فعل الخير. عظيم باشمهندس يوسف. تقول إيه لشخص وهو بيسمعنا دلوقتي من المشاهدين ابتدى يواجه نفسه ويحس إن هو مزيف جدا 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 جدا؟ الزيف يعني منتشر جدا في مجتمعنا، لكن أقول له احمد ربنا واشكر ربنا انك اكتشفت زيفك الان، لان في ناس كتيرة يا باشمهندس هيكتشفوا زيفهم، بس زي ما هيقول لنا المسيح في اخر العظة، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم كانوا مزيفين، بس ما اكتشفوش زيفهم الا في يوم الدينونة. طب خلصت. النهاردة اللي يكتشف زيفه مفروض أن يقول لربنا كتر ألف خيرك، أبوس إيدك يا رب لأنك أعلنت لي أن أنا زائف الآن، حيث أستطيع أن ألجأ لمراحمك وأنت لن تغلق بابك أبدا قدامي. سآتي إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك، هاجي وأنا زي ما أنا وبقول لك يا رب أنا فعلا مزيف، أنا عشت مخدوع في رأي الناس وفي رأي عن نفسي، لكن أنا عايز أنت يا رب رأيك فيا إيه، اعمل معروف، نور حنايا قلبي علشان اشوف نفسي زي ما انت شايفني، والغلط اللي فيا انا مش هقدر اصلحه، انت كل اللي تعمله انك تعلن لي غلطي وتصلح لي غلطي. والعمل من الاول للاخر، وعمل الله لمن يريد، اذا جئت تائبا واثقا الله هيعمل فيك المعجزة. عظيم. دكتور ماهر، لو شخص يشاهدنا الان ومن كثرة سماع الناس انخدع هو نفسه وشايف زي ما حضرتك قلت ان هو تمام، احنا بنتكلم عن ناس تانية، تقول له ايه؟ تحذره ازاي؟ يعني احذره واقول له مفيش نور حقيقي يكشف لك الحقيقة الا نور العلاقة مع الله، اي نور اخر ما بيبينش كل حاجة. فاذا رأيت نفسك في ضوء رأي الناس فيك فهتضيع نفسك، لكن حاول انك تشوف نفسك زي ما الله شايفك. وأنا متأكد أن الله في رحمته حاشا لي أن يترك إنسان بإخلاص بيقول له يا رب اكشف لي حقيقة نفسي وهيسيبه. بس اسمح لي كمان أقول حاجة عن الصدقة قبل ما نختم. أقول الصدقة التي تصنع في العلن بهذا الشكل هي عملية شراء وليس عطاء. هذا ليس شخص يعطي، إنه يشتري، إنه يشتري مدح الناس، وهذا ما يقصده المسيح. استوفى أجره، هو خد خلاص، خد التمن، هو دفع
وقبض والقصة انتهت وربنا ملوش دعوة بالحكاية دي. لكن إذا أردت فعلا أن تكون مرضيا أمام الله، أدخل في علاقة مع الله لكي ترى المساكين كما يراهم الله، فتحب الإنسان نفسه. البشر حوالينا في بؤس ويحتاجوا لمن يحبهم، ثم عندما نعطيهم يكون العطاء نابع من الحب الحقيقي لهم وليس شراء لشيء رخيص هو مدح وتقدير الناس. عظيم جدا أحبائي المشاهدين، بنشكر ضيوفنا في الاستوديو دكتور ماهر، شكرا باشمهندس يوسف، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من عظة الجبل.